شخصية باسل تسبب في انهيار ممثل خالد شباط في كواليس تصوير كريستال، وتعرفوا على عمره الحقيقي وجنسيته وشاهدوا حقائق ومعلومات لا تعرفونها عنه. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الجمهور العربي بأسره يشاهد مسلسل كريستال لمتابعة شخصية الممثل خالد شباط الذي أدى دوره بشكل متقن ومثالي. لكن ما لا يعلمه كثير بأن هذه شخصية باسل أتعبت خالد كثيرا، كونه شاهد أكثر من 8 أفلام فيها أدوار مشابهة، وذلك ليتمكن من بناء الشخصية في رأسه، مما كان يؤدي إلى إصابته بالانهيار بعد الانتهاء من مشاهدتها. تلقى خالد عن هذا الدور إشادات كبيرة، كونه أقنع المشاهدين الذين تعاطفوا معه بشكل كبير ومع حالته الصحية، حتى أننا نسينا خالد شباط الممثل وبتنا نرى فقط باسل. التكلم باللهجة اللبنانية لم يكن يزعج خالد شباط على الإطلاق، بل تقمص الشخصية لدرجة أنه يتكلمها أحياناً عن غير قصد في حياته الخاصة. قد يكون هذا العمل هو البصمة الفعلية لخالد في عالم الأعمال العربية المشتركة، واختياره لتأدية دور باسل صائب للغاية. حتى أنه قد تفوق على صاحب الدور بالنسخة التركية في العديد من المشاهد، منها مشهد حرق الفيلا وطريقة تعاطيه مع شقيقته عليا وصديقته فاي. منذ الحلقة الأولى من مسلسل كريستال ولقت شخصية باسل العديد من ردود الأفعال حول أدائه الرائع، على حد وصف أحد المتابعين. حيث قال شوها الموهبة السورية الرائعة عن جد فنان موهوب ممثل بنقة حرفية، برافو خالد شباط. خالد شباط من أبرز الفنانين الشباب في العالم العربي، حيث كانت مسيرته حافلة بالإنجازات منذ انطلاق مسيرته الفنية. درس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم شارك بأدوار ثانوية بعدة مسلسلات. تمكن خالد شباط من تسليط الضوء حول موهبته، وبعد ذلك توالت أعماله الفنية. وشارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات، واستطاع خلال فترة قصيرة تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة. خالد شباط ممثل سوري من مواليد عام 1994، ويبلغ من العمر 29 عاما. بدأ مسيرته الفنية في عام 2019، وقدم خلالها عدد كبير من الأعمال التلفزيونية، من أشهرها مسلسل مقامات العشق ومسلسل بقعة الضوء. ومسلسل شارع شيكاغو ومسلسل أثر الفراشة، هذا إلى جانب مشاركته في عدة أفلام قصيرة من أبرزها فيلم الزيارة. وفي عام 2020 شارك الممثل خالد شباط في العمل الفني مسلسل شارع بورتريه. كما أنه شارك في العام 2021 في مسلسل الكندوش الجزء الأول، وشارك في مسلسل الكندوش الجزء الثاني، وذلك في العام 2022. كما شارك أيضا في عدة مسرحيات، منها كومبارس عام 2019 وهدر عام 2018. يعتبر الفنان خالد شباط من أشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يملك عدة حسابات رسمية على السوشيال ميديا. أهمها حسابه على الإنستغرام، والذي ينشر من خلاله عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو مع عائلته وأصدقائه وخلال كواليس تصوير أعماله الفنية.
وتمكن من الوصول إلى قلوب الجمهور وتكوين عدد كبير من المتابعين من مختلف أنحاء العالم، إذ تجاوز عددهم 5 مليون متابع. ظهر الممثل خالد شباط في العديد من البرامج التلفزيونية وتحدث عن كيفية دخوله مجال التمثيل. تحدث أيضا عن أهم المحطات في مسيرته الفنية، هذا بالإضافة إلى حديثه عن بعض تفاصيل حياته الخاصة. حيث قال الفنان خالد شباط أنه ينتمي إلى عائلة سورية تعتنق الدين الإسلامي. كما قال أنه متزوج، ولكن الفنان خالد شباط لم يصرح ولم يكشف عن هوية زوجته من تكون أو من هي. يشارك الفنان خالد شباط حاليا في مسلسل الرائع والمتميز كريستال، والذي حصل على ضجة إعلامية كبيرة منذ بداية عرضه. تدور أحداث المسلسل حول في ستيفان عطلة، وهي فتاة فقيرة تعيش في ملحق قصر خاص بأكبر وأشهر مصممة أزياء تدعى عليا باميلا الكيك. وتبدأ المنافسة بين الاثنتين على حب طبيب مشهور يدعى جواد فياض محمود نصر في إطار درامي اجتماعي رومانسي.